أصابت 15 آخرين في حادث مروري بأسوان، والرئيس السيسي يوجه بسرعة علاج المصابين والتحقيق في أسباب الحادث. مواجهات في المسجد الأقصى بعد اقتحام قوات إسرائيلية ومستوطنين لباحات الحرم الشريف، وبان كي مون يدين الانتهاكات الإسرائيلية. الولايات المتحدة تعلن موافقة تركيا على استخدام التحالف الدولي لقواعدها في الحرب على تنظيم داعش في العراق وسوريا. الثانية عشرة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت غرينتش، موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل. مرحبا بكم، أهلا بكم إلى تفاصيل الأنباء. تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي حادث التصادم الأليم الذي وقع في أسوان صباح اليوم، ووجه الحكومة بسرعة علاج المصابين في الحادثة. كما وجه الرئيس السيسي الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من وقوع حوادث الطرق حماية لأرواح المواطنين. كان وكيل وزارة الصحة بأسوان ممدوح الوشاحي قد أفاد أن 27 شخصا قد لقوا مصرعهم صباح اليوم، فيما أصيب 18 آخرون في حادث تصادم ثلاث سيارات مايكروباص بطريق إدفو الصحراوي. بدأ اليوم المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء زيارة إلى محافظة أسيوط، حيث يقوم بتسليم باكورة وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي والمعروض باسم مشروع المليون وحدة سكنية الذي تنفذه وزارة الإسكان. كان محلب قد استبعد إمكانية إصدار قانون تقاسيم الدوائر الانتخابية الشهر الجاري. تصريحات محلب جاءت خلال ترأسه لاجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بمقر مجلس النواب بحضور وزراء العدالة الانتقالية والاستثمار والصناعة. ومن جانبه قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية إن اللجنة أقرت مشروع قانون تفضيل المنتج المصري، وسيتم رفعه إلى قسم التشريع بمجلس الدولة تمهيدا لإحالته لمجلس الوزراء. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من أسيوط متابعا لجولة رئيس الوزراء مراسل النيل أحمد أبو الحسن. أحمد، أهم اللقاءات والزيارات التي أجراها رئيس الوزراء حتى الآن. بالفعل بدأ المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء اليوم أو صباح هذا اليوم جولته في محافظة أسيوط. بدأ هذه الجولة بتسليم عقود لبعض الوحدات السكنية من ضمن المشروع الإسكان الاجتماعي الذي وصفه بأنه أضخم مشروع إسكان اجتماعي في مصر على الإطلاق. بدأ هذا المشروع يعني حسب ما صرح بأنه 200 ألف وحدة سكنية سنويا سوف يتم طرحها في معظم المحافظات من خلال 450 شركة تعمل في هذا المشروع، وهذا المشروع يوفر 52 ألف فرصة عمل لبعض المواطنين. أيضا أكد على أن في عام مع بداية عام 2015 سوف يتم الإعلان أيضا عن 50 ألف وحدة سكنية ضمن هذا المشروع، وسوف يتم الانتهاء من هذا المشروع في خلال الخمس سنوات القادمة بأن يكون هذا المشروع قد تم تنفيذ من خلاله المليون وحدة سكنية، والتي مقرر لها حوالي 150 مليار جنيه. أيضا نريد أن نوضح أن هذه الزيارة للسيد رئيس الوزراء والسادة الوزراء المرافقين له في هذه المرة ربما تختلف عن الزيارات السابقة التي قام بها في جولاته في المحافظات المختلفة، حيث أن هذه الزيارة يعني السيد رئيس الوزراء كلف السادة الوزراء بأن يقوموا بجولات تفقدية لبعض المشروعات من خلال جميع أو معظم مراكز محافظة أسيوط كلا على حدة، حيث يتم تفقد بعض المشروعات الصحية والسكنية والمرافق وأيضا المشروعات الخاصة بالتعليم.
رافق السيد رئيس الوزراء وزراء الصحة والتنمية المحلية والتخطيط وأيضا وزيرة التطوير الحضري وبعض الوزراء الذين قاموا أيضا وزير الشباب والرياضة بزيارة بعض الأماكن والمراكز وقرى محافظة أسيوط حتى يعني تكون هذه الزيارة مجدية لما يعني تحويه هذه المحافظة من كافة المجالات والوقوف أيضا على بعض المشكلات التي ربما يعني تكون معروضة هنا ومحاولة إيجاد حلول لها على أرض الواقع. أيضا المهندس إبراهيم محلب الآن يقوم بالانتقال إلى نقطة أخرى وهي تفقد بعض إحدى محطات المياه وأيضا بعض مراكز الشباب داخل مدينة أسيوط. نعم. بعد ذلك نريد أن نوضح أن هذه الزيارة سوف تستمر في محافظة أسيوط لمدة يومين في خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المهندس إبراهيم محلب في محافظة أسيوط اليوم. صرح من خلاله بأن الشقق أو الوحدات السكنية التي سوف يتم تسليمها من قبل الدولة أو وزارة الإسكان إلى المواطنين سوف يتم حمايتها من قبل قوانين الإسكان الاجتماعي بكل قوة حتى لا يتم المتاجرة في هذه الشقق. نعم. أو الوحدات السكنية وحتى تصل إلى مستحقيها. نعم. نعم. أحمد أبو الحسن مراسل النيل من محافظة أسيوط شكرا جزيلا لك. أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن مصر تعد شريكا رئيسيا للولايات المتحدة في المنطقة، وشدد كيري خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري على أن واشنطن تؤكد دعمها القوي للإصلاحات الجارية في مصر خاصة جهود التحول الاقتصادي لصالح جميع المصريين. وأشار كيري إلى أنه خلال اللقاءات العديدة التي عقدها مع الرئيس السيسي أكد له أن المستقبل لابد أن يشمل الاستقرار الاقتصادي في مصر وخلق فرص عمل. شهدت الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتن تدشين المقر الجديد لسفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة. كان وزير الخارجية سامح شكري قد التقى بأشتن على هامش مؤتمر إعمار غزة، حيث أكد على اهتمام مصر بتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي على أساس تحقيق المصالح المشتركة ومراعاة مبدأ خصوصية الحالة المصرية. أشتن بدورها أعربت عن رغبتها في أن تشهد الفترة القادمة تقدما ملحوظا في العلاقات بين الجانبين في شتى المجالات. وعودة مرة أخرى إلى الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم في محافظة أسوان، وينضم لنا عبر الهاتف الدكتور ممدوح الوشاحي وكيل وزارة الصحة بأسوان. دكتور ممدوح، يعني في البداية هل أعداد الوفيات هي الحصر النهائي 28 حالة وفاة، وماذا عن أعداد المصابين؟ الوفيات 27 حالة وفاة. 27 حالة وفاة. 27 حالة وفاة و 18 مصاب. تمام. المصابين طبعا بعض وصولهم للمستشفى إفو وتم التعامل مع تقديم الإسعافات الأولية، تم نقل 8 حالات لمستشفى الأقصر الدولي، وحاليا موجود في مستشفى إفو العام 10 حالات بيتم التعامل معهم في المستشفى. حالات المصابين وماذا خطورتها دكتور؟ حالات المصابين اللي داخل المستشفى من بسيطة إلى متوسطة، اللي داخل المستشفى إفو العام وبيتم التعامل معها. الحالات اللي هي فيها أكثر خطورة اللي هي فيها زي كسور بقاع الجمجمه وكسور مضاعفه بالساق وكده، دي تم تحويلها لمستشفى الاقصر الدولي وحاليا بيتم التعامل معها داخل المستشفى. يعني عذرا دكتور، هل مستشفى الاقصر الدولي جاهز للتعامل مع مثل هذه الحالات الخطره؟ نعم. ولا الامر يستدعي نقلها الى القاهره؟ لا نعم يا فندم، مستشفى الاقصر الدولي مستشفى جاهزه لاستقبال الحوادث الكبيره، وتم البناء على توجيهات معالي الوزير وزير الصحه ومعالي الوزير المحافظ، وتم التنسيق بين مع المستشفى، وانا فعلا بنفس اتفقت مع السيد مدير المستشفى وشرحت له الحالات اثناء نقلها لتجهيز الاطقم الطبيه اللازمه للتعامل مع الحاله، والمستشفى قادر ان شاء الله على التعامل مع هذه الحاله. الدكتور ممدوح الوشاحي وكيل وزاره الصحه بأسوان، اشكرك جزيل الشكر. تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان
في قضية أحداث قصر الاتحادية. ومن المقرر أن تستكمل المحكمة خلال جلسة اليوم الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية عقب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012. تستأنف اليوم محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة قضية مذبحة كرداسة والمتهم بها 188 متهما عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وواجه المتهمون تهما تتعلق بقتل رجال الشرطة قسم كرداسة والتنكيل بجثثهم وكذلك حرق وتدمير محتويات قسم الشرطة بالإضافة إلى التعدي على الأملاك العامة والخاصة وإثارة الرعب في نفوس المواطنين. اندلعت مواجهات جديدة في باحة المسجد الأقصى اليوم بين شبان فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية. واحتج شبان الفلسطينيون على زيارة يهود متطرفين من ضمنهم النائب المتطرف في الكنيسة موشي فيدلين تزامنا مع احتفالات عيد المظلة اليهودي. وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994 بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في القدس. ويستغل اليهود المتطرفون سماح الشرطة الإسرائيلية بدخول السياح الأجانب لزيارة الأقصى عبر باب المغاربة الذي تسيطر عليه للدخول إلى المسجد الأقصى لممارسة شعائر دينية في إطار منظمات الهيكل المزعوم. من جانبه دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى وقف الاستفزازات في القدس والأماكن المقدسة وأدان بشدة مواصلة الاستيطان الإسرائيلي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك لبان كي مون ورئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في رام الله وذلك قبل ساعات من زيارة المسؤول الأممي إلى إسرائيل. من جانبه أكد الحمد الله أن المساعدات الدولية ستبقى عاجزة وقاصرة عن تحقيق أهدافها ما لم يتم رفع الحصار الإسرائيلي عن غزة بشكل فوري إلى جانب تحرير الاقتصاد الوطني الفلسطيني. وأشار الحمد الله إلى أن غزة جزء لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية ويجب أن يكون القطاع تحت سيطرة الحكومة الفلسطينية. وتبقى أمام المجتمع الدولي مسؤولية إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها وقيودها وتمكين مؤسسات دولتنا من العمل في غزة والقدس الشرقية والأغوار وفي كل شبر من أرض الوطن لتقوم بواجبها في خدمة مواطنيها وبناء مستقبلهم وتلبية المزيد من احتياجاتهم. كان المشاركون في مؤتمر إعمار القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة بالقاهرة تعهدوا بتقديم مساعدات قيمتها نحو 5.4 مليار دولار لإعادة إعمار القطاع. كما أكد المشاركون في ختام أعمال المؤتمر مساندتهم للمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مشددين في الوقت نفسه على أن حل الدولتين في فلسطين هو الحل الوحيد لتسوية الصراع في الأراضي المحتلة. ما شهده مؤتمر إعمار غزة أو بالأحرى إعادة إعمار غزة لم يكن مجرد منتدى لإعلان الدعم والمؤازرة بل هو تصويت لحياة قطاع غزة بأكمله. تعهدات بضخ ما يناهز 5.5 مليار دولار لإنقاذ القطاع الذي دمره العدوان الإسرائيلي الأخير. النرويج التي شاركت مصر في رئاسة المؤتمر قالت إن نصف تلك المساعدات ستوجه لإعادة إعمار القطاع مشددة على أن الدول المانحة ألزمت نفسها بتقديم تلك المساعدات في أقرب فرصة ممكنة.
إعمار قطاع غزة لا يقف عند حد التعهدات المالية فحسب، فوزير الخارجية سامح شكري أوضح أن المؤتمر أكد دعمه للمبادرة المصرية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة قائم على الإنعاش الاقتصادي للقطاع. شكري أوضح أيضا أن المؤتمر أكد على أن وقف إطلاق النار وفرض سيطرة حكومة التوافق الوطني على قطاع غزة من الأركان الأساسية لجهود إعادة الإعمار. تمن المشاركون مبادرة مصر بشأن وقف إطلاق النار في غزة وأعربوا عن دعمهم للجهود المصرية الجارية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. يهدف المؤتمر إلى تدعيم أسس وقف إطلاق النار من خلال حشد الدعم الدولي للإنعاش الاقتصادي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في إطار عملية تنمية مستدامة طويلة الأجل تشمل فلسطين بأكملها. الوفود المشاركة في المؤتمر أكدت في بيانها الختامي على استعدادها لتعزيز أسس وقف إطلاق النار من خلال حشد دعم دولي لإعادة إعمار قطاع غزة في إطار طويل المدى مناسب لتنمية فلسطين ككل، مرحبين بالخطوات التي اتخذتها حكومة فلسطين من أجل إعادة إقرار سلطاتها في قطاع غزة، وكذلك بالجهود المصرية من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية. وأبدى المشاركون تأييدهم للخطة التي طرحتها الحكومة الفلسطينية لعملية إعادة الإعمار، مؤكدين ضرورة أن يواكب تلك العملية دعم لموازنة الحكومة الفلسطينية وللتنمية في الضفة الغربية. ودعا المشاركون إلى كسر دائرة البناء والهدم في غزة وحماية أرواح وأمن كافة المدنيين والالتزام بالقانون الدولي، وشددوا على أنه لا يمكن إعادة إعمار غزة إلا بفتح إسرائيل للمعابر وتسهيل التنمية الاجتماعية والإسراع في الانتعاش الاقتصادي. كما دعا المشاركون الحكومة الإسرائيلية إلى إزالة القيود بما يتيح للفلسطينيين التجارة بين غزة والضفة الغربية والدخول إلى أسواق العمل. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي جون كيري على هامش المؤتمر، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الإقبال الملحوظ من المجتمع الدولي على حضور مؤتمر إعادة إعمار غزة هو إقبال على الدور المصري وعلى دعم القضية الفلسطينية. كما شدد شكري على أن مصر مهتمة دوما بالقضية الفلسطينية وستظل دائما، كما أن تحقيق مصالح الشعب الفلسطيني أولوية أولى لمصر. هناك حاجة مادية ملحة لإعادة إعمار غزة وتوفير الموارد اللازمة من خلال الدعم الذي تمثل اليوم في المؤتمر، لأن الاحتياجات الإنسانية والمعاناة اللي تعرض لها الشعب الفلسطيني لابد أن يتم مواجهتها ووضع الآليات القادرة على مواجهة هذه المعاناة والعمل على إعادة الإعمار وتوفير الاحتياجات الرئيسية. ولكن هناك أيضا توافق دولي بأن تكرار العنف الذي نتج عن 3 حروب متصلة بغزة خلال السنوات الماضية يتطلب النظر في حل دائم للقضية الفلسطينية وفقا لقواعد الشرعية الدولية، إقامة الدولتين، إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وفقا لحدود 67 وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لهذه الدولة. هذه هو الطموح الشعب الفلسطيني عبر عنه اليوم الرئيس عباس. بدون شك الشعب الفلسطيني مؤهل ولديه كافة الإمكانيات والحقوق التي تجعله قادر على تولي مسؤوليته الإقليمية. وعودة من جديد للانتهاكات الإسرائيلية لباحات المسجد الأقصى وللمؤتمر الصحفي المشترك بين أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون ورئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في رام الله اليوم. للمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع تنضم إلينا من رام الله مراسلة النيل ثروت شقرة. ثروت، كيف يرى المحللون المؤتمر الصحفي الذي جمع بين بان كي مون والحمد الله؟ يعني برأي المحللين السياسة وبعض كانوا الإسرائيليين أو الفلسطينيين أكدوا على أن هذا المؤتمر هو مؤتمر لربما سينجح في الوقت القريب. وأينما أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي حمد الله في المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة أن هذا المؤتمر أسفر عن
بعض النتائج وهي توفير مبلغ يقدر ب 5.14 مليار دولار لإعادة إعمار غزة، ونصف المبلغ يكون لاحتياجات الشعب الفلسطيني في ثلاث سنوات القادمة. المؤتمر أيضا أكد خلال أنه يجب الوصول إلى فترة يعني وسريعة جدا هذه الفترة إلى تهدئة دائمة مع الجانب الإسرائيلي، خاصة أن إعمار غزة يجب أن يكون هناك حل للنزاع والصراع لكي لا يتكرر كما ذكرتم في متن الخبر في السنوات القادمة. أيضا يجب أن يكون هناك سيطرة للحكومة الفلسطينية على قطاع غزة. رامي حمد الله أكد في هذا المؤتمر على أن حركة حماس أو اتفق مع حركة حماس وأيضا مع الجانب الإسرائيلي على آلية لتنفيذ هذا الإعمار كما أوصى المؤتمر بالتأكيد وبرعاية مصرية، أن هذا يجب أن يكون هناك فتح للمعابر وأهمية دور القطاع الخاص وتقديم المساعدات لإنعاش الحياة الاقتصادية والسياسية في غزة وفقا لما قال رامي حمد الله. بن سيمون أيضا أكد على ضرورة أن يكون هناك إنهاء للصراع خلال فترة زمنية محددة، وأيضا ندد بالحرب حرب 51 على القطاع وأكد على الدور المصري في هذا الموضوع بالتحديد. أيضا في سياق هذا المؤتمر قال الرئيس الوزراء رامي حمص أن ما يحصل في القدس لا يجب أن يبقى أمرا واقعا على المدينة المقدسة في ظل الانتهاكات والاعتداءات المستمرة يعني منذ أكثر من أسبوع وبحجج أعياد اليهود منها عيد الكبور وعيد العرش الذين يحتفلون فيه اليوم وأمس وقبل أمس. أيضا اليوم أسفرت الاقتحامات اليهودية بإصابة أكثر من 40 مصلي احتجزتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي والشرطة بداخل المسجد القبلي وقاموا بإلقاء القنابل الحارقة والرصاص المطاطي المغلف بالمعدن. أصيب أكثر من 40 مصلي ومرابط وأيضا تم إحراق جزء من المسجد القبلي كما حدث في الأسبوع الماضي. كل هذه الانتهاكات ندد بها أيضا بان كي مون وقال أنه يجب أن تلزم إسرائيل بالمواثيق والأعراف الدولية لحماية المقدسات ولا يجب انتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك. ولكن المحللين ينظرون أن هناك إقصاء لربما لموضوع الأقصى وتحديدا المسجد الأقصى المبارك الذي يجب أن يكون هناك مؤتمر جاد وفعل التعاون الإسلامي وغيرها من المنظمات الإسلامية، يجب أن يكون هناك تفعيل للدور الأردني بحماية المسجد الأقصى حسب المحللين السياسيين الفلسطينيين، خاصة لما يتعرض له اليوم. كان هناك اعتداء عنيف جدا، تم محاصرة المكان، إطلاق القنابل سواء كان خارج باحات المسجد الأقصى أو داخل باحات المسجد الأقصى. نعم ثروت، ولكن ماذا عن موقف الحكومة الفلسطينية من تكرار هذه الانتهاكات للمسجد الأقصى على مدار هذا الأسبوع والأسبوع الماضي؟ شهدت باحات المسجد الأقصى الكثير من الانتهاكات والصدمات، ما موقف الحكومة الفلسطينية؟ لأن تصريحات بان كي مون ليست كافية بهذا الصدد. الحكومة الفلسطينية كانت واضحة جدا متمثلة برئيس وزرائها الدكتور رامي حمد الله اليوم في هذا المؤتمر الصحفي، وقالت أننا نريد إنهاء الاحتلال وإجلاء الاحتلال على الأراضي الكاملة لأراضي 67 لتحقيق دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، دون ذلك لا يمكن أن يكون هناك سلام مع إسرائيل حقيقي إذ لم تكن معنية. ولكن بان كي مون أيضا رد بالمقابل أنه يجب أن يكون هناك تحديد فترة زمنية للعودة إلى المفاوضات، المفاوضات سترتكز على الانسحاب الكامل من أراضي الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضي 67، ولكن إسرائيل تماطل وتتمنى بالتحديد. الحكومة الفلسطينية لا تستطيع إدارة مهامها داخل القدس في حال استمرت هذه الانتهاكات أو حتى في غزة أو حتى في أطلسة. نعم ثروت شقرة مراسلة النيل من رام الله، شكرا جزيلا لك. يجري مجلس العموم البريطاني تصويتا رمزيا اليوم بشأن الاعتراف بفلسطين كدولة في خطوة من غير المرجح أن تغير السياسة الرسمية، ولكنها تهدف إلى تعزيز الوضع السياسي لهذه القضية. ولا تعتبر بريطانيا فلسطين دولة، ولكنها تقول إنها قد تفعل ذلك في أي وقت إذا رأت أن ذلك سيساعد عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. ويحظى الاقتراح بتأييد حزب العمال، بينما تسمح الأحزاب الأخرى لنوابها بالتصويت وفقا لقناعتهم الخاصة. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف مراسلة النيل بلندن أميرة عباس. أميرة، بعد التحية، يعني ضعينا في الأجواء تصويت مجلس العموم البريطاني هذا التصويت الرمزي للاعتراف بفلسطين كدولة.
التصويت لم يبدأ بعد، سيبدأ بعد أكثر من 3 ساعات من الآن بتوقيت بريطانيا. من المتوقع أن تستغرق الجلسة حوالي 6 ساعات، يناقش خلالها النواب ليس فقط موضوع الاعتراف بدولة فلسطين ولكن عدد من القضايا في الشرق الأوسط. التصويت أو هذه الجلسة يتم خلالها تصويت بناء على مقترح قدمه رئيس مجموعة أصدقاء فلسطين في حزب العمال المعارضة، وفقا للبيانات أو الأخبار الواردة من هناك فإنه متوقع أن يلقى المقترح دعما كبيرا من نواب حزب العمال المعارض وكذلك نواب الحزب الليبرالي الديمقراطي وهو الشريك الأصغر في الحكومة يعني. لكن حزب المحافظين هنا يتحفظ على مثل هذا الأمر ويقول كيف لنا أن نعترف بدولة غير واضحة المعالم وعلينا أن ننتظر الوصول إلى حل دولتين مسبقا. هذه الجلسة ليست إلزامية، فالاعتراف بالدول هو من شأن الحكومات وليس من شأن البرلمانات، وبالتالي هي ليست إلزامية، لا تلزم الحكومة البريطانية بشيء، ولكن يعني قد تنفينا إلى أن هناك رغبة واضحة وواسعة داخل بريطانيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، ما قد يضع الحكومة البريطانية في مأزق أو في حرج. الخطوة جاءت بعد الاعتراف السويد الفردي بدولة فلسطين، ومن هنا بدأت التحرك داخل أروقة البرلمان هنا في هذا الصدد. يعني هل هناك من تحركات للوبي يهودي إسرائيلي في بريطانيا قد يقف عائقا أمام هذه الخطوة؟ لا أعتقد أن يعني نحن لسنا مثل الولايات المتحدة، ليس هناك هنا لوبي يهودي قوي داخل بريطانيا، لكن كما قلت لك قد يعرقل هذا الأمر حزب المحافظين الحاكم هنا في بريطانيا، وهو يعني يميل في سياساته إلى هل يملك يعني هل يملك عدد كبير من المقاعد تسمح له بعرقلة مثلها في مجلس العموم، تسمح له بعرقلة مثل هذه الخطوة؟ أعتقد نعم هو يملك هذا، وفي الآخر هو التصويت أيضا رمزيا، يعني هو ليس ملزما للحزب الحاكم، هو حزب المحافظين نعم. هنا بالاعتراف، وبالتالي يعني لا أعتقد نعم هو يملك المقاعد الكافية لعرقلة الأمور إذا ما لا أعلم حتى الآن. يقال أن نواب الحزب الليبرالي الديمقراطي وهم شركاء في الحكومة هنا قد يدعمون هذا، وبالتالي يكون الفيصل أو المحك هنا هو تصويت الحزب الليبرالي الديمقراطي الشريك الأصغر نعم. في الحكومة. أميرة عباس مراسلة النيل في العاصمة البريطانية لندن، أشكرك جزيلا الشكر. أعلنت مستشارة الأمن القومي الأمريكية سوزان رايس أن تركيا وافقت على استخدام التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لقواعدها الجوية، خصوصا قاعدة إنجرليك ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا. يذكر أن الطائرات التي تقوم بعمليات القصف على مواقع تنظيم داعش تنطلق من قواعد في الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر، حيث مركز العمليات الجوية الأمريكية الذي يغطي 20 دولة في المنطقة. ضغوط داخلية وخارجية شهدتها تركيا إزاء الأزمة السورية والمشاركة في الحرب على داعش، يبدو أنها تقف وراء قرار أنقرة والذي أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية بالسماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها للتصدي للتنظيم في العراق وسوريا. لم نطلب من تركيا إرسال قوات برية إلى سوريا، ولكنها تعهدت مؤخرا بالسماح للولايات المتحدة وحلفائها باستخدام قواعدها العسكرية لمواجهة تنظيم داعش، بالإضافة إلى أن تركيا أكدت على إمكانية استخدام كافة التسهيلات للمشاركة في الحرب على الإرهاب بسوريا والعراق، وهو ما يعتبر تعهدا آخر نرحب به بشدة. ويستخدم سلاح الجو الأمريكي منذ زمن طويل قاعدة إنجرليك، حيث ينشر حوالي 1500 من عناصره، إلا أن الطائرات التي تقوم بعملية القصف على مواقع تنظيم داعش تنطلق حتى الآن من قواعد الظفرة في الإمارات العربية المتحدة وعلي السالم في الكويت والعديد في قطر، حيث مركز العمليات الجوية الأمريكي الذي يغطي 20 دولة في المنطقة. وكان رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو قد دعا قبل ذلك إلى تقديم دعم عسكري للمعارضة المعتدلة السورية من أجل قيام قوة ثالثة في تركيا تكافح نظام الرئيس بشار الأسد بالإضافة إلى تنظيم داعش. ويأتي موقف داود أوغلو في وقت تخضع تركيا لضغوط دولية شديدة لحظها على التدخل في الدفاع عن مدينة عين العرب السورية المعروفة كرديا باسم كوباني والواقعة على حدودها، بالإضافة إلى الضغوط الداخلية المتمثلة في احتجاجات الأكراد المتواصلة المطالبة بالدعم التركي لكوباني.
وكان البرلمان التركي قد أجاز لحكومة داوود أوغلو شن عمليات عسكرية ضد داعش في العراق وسوريا، غير أن يقوم بأي تحرك حتى الآن. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من أنقرة مراسل النيل عمر أحمد. عمر، رد فعل الأكراد والمعارضة التركية عقب إعلان رايس أن تركيا وافقت على استخدام التحالف الدولي لقواعدها الجوية في حربها على داعش؟ المعارضة التركية بدأت برد الفعل منذ أن أخرجت الحكومة التركية المذكرة البرلمانية وتفويض الجيش باستخدام القواعد التركية. هذه المعارضة منذ يوم 2 أكتوبر وهي تقول، تتهم الحكومة بأن غايتها من هذه العمليات كلها، من هذه المشاورات كلها، هو ليس محاربة داعش وإنما محاربة النظام في سوريا. غاية الحكومة التركية، حكومة العدالة والتنمية، منذ 3 سنوات ونصف هي محاربة وإسقاط النظام في سوريا، بينما داعش لم تشكل، حسب المعارضة، ما تكلم المعارضة هنا، لم تشكل ولا يوما واحدا تهديدا بالنسبة للحكومة في تركيا، بل على العكس، كانت هناك اتهامات كثيرة بأن تركيا لديها تعاون جدي مع داعش بخصوص هذا الموضوع. الحكومة التركية اليوم لم تعطي، لا تزال هناك تفاصيل في موضوع مناقشة استخدام القواعد التركية. رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو كان قد نوه أن قاعدة إنجرليك على سبيل المثال يمكن استخدامها في العمليات الاستكشافية في العراق، ولكن اشترط لاستخدام قاعدة إنجرليك في سوريا هو إقامة منطقة حظر جوي ومنطقة عازلة. هذا الشرط التركي الذي يستمر حتى الآن بالنسبة للمشاركة التركية في الحرب داخل الأراضي السورية. نعم، ولكن عمر، ما مردود ذلك على الشارع التركي؟ هل سيشهد أو بدأ يشهد حالة من الاستقرار بعد المظاهرات التي شهدتها المدن التركية اعتراضا على ما وصفوه بصمت تركيا أو صمت الحكومة لهجوم داعش على مدينة كوباني السورية الكردية على الحدود مع تركيا؟ الشارع التركي لا زال يغلي بخصوص هذا الموضوع، والمظاهرات لا تزال مستمرة متفرقة، كونها تتعرض للقمع من قبل قوات الأمن السورية، متفرقة ولكنها مستمرة. أكثر من 40 قتيلا حتى الآن شهدته الشوارع التركية بسبب هذه المظاهرات وبسبب التعامل الحكومة التركية في موضوع عين العرب وهجوم داعش عليها. المعارضة التركية والمعارضون للشارع من المواطنين العاديين للحكومة التركية يبدو أنهم لديهم موقف حاسم من موضوع تدخل تركيا. كان هناك تحديثات كثيرة من قبل الأكراد في موضوع تدخل تركيا عسكريا، هم كانوا يطلبون فقط دعما لوجستيا ودعما تسليحيا للأكراد في عين العرب ضد مقاتلي داعش، لا يريدون نهائيا أن تدخل تركيا بجيشها داخل الأراضي. نعم، عمر أحمد مراسل النيل من أنقرة، شكرا جزيلا لك. نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل. الجيش الليبي يعلن استعادة السيطرة على مناطق في الجبل الغربي من مسلحي قوات ما يعرف بفجر ليبيا.
مصرع نحو 30 شخصا وإصابة 15 آخرين في حادث مروري بأسوان، والرئيس السيسي يوجه بسرعة علاج المصابين والتحقيق في أسباب الحادث. مواجهات في المسجد الأقصى بعد اقتحام قوات إسرائيلية ومستوطنين لباحات الحرم الشريف، وبن كي مون يدين الانتهاكات الإسرائيلية. الولايات المتحدة تعلن موافقة تركيا على استخدام التحالف الدولي لقواعدها في الحرب على تنظيم داعش في العراق وسوريا. ونتحول الآن لمتابعة أبرز أخبار المال والأعمال. أحمد فؤاد لديه التفاصيل. أحمد، شكرا لكم غادة ومحمد، وأهلا بكم مشاهدينا. من أخبارنا نتابع استمرار موجة الهبوط القوية بالبورصة المصرية، ورأس مالها السوقي يخسر أكثر من 17 مليار جنيه في جلستين. وصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها، وخسر رأس مالها السوقي أكثر من 17 مليار جنيه خلال جلستين. فعلى صعيد تعاملات اليوم، تراجعت المؤشرات بقوة تحت ضغط من مبيعات المستثمرين العرب والأجانب، بينما مالت تعاملات المصريين نحو الشراء. وبلغ رأس المال السوقي 506.6 مليارات جنيه بعد إجمالية تداولات ضعيف بلغ 251.6 ملايين جنيه، ليخسر نحو 3.5 مليار جنيه قبيل منتصف التعاملات. صرح المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن قانون الاستثمار الموحد سيتم إقراره قبل وقت كاف من عقد مؤتمر دعم الاقتصاد المصري مطلع العام المقبل. وأوضح محلب أنه تم اتخاذ خطوات جيدة فيما يتعلق بقانون تفضيل المنتج المصري، مشيرا إلى أن الهدف الذي تركز عليه اللجنة هو خلق مناخ استثماري جاذب وتنقية قانون الاستثمار واستخدام المنتج المصري في الصناعة. ولفت محلب إلى أن اللجنة بدأت في مناقشة العقبات التي تعوق الاستثمار في مصر، وهناك توجه نحو تيسير موضوع الشباك الواحد واحترام العقود، إلى جانب وجود آليات لحل النزاعات الاستثمارية واستغلال الموارد في مصر لإنجاح الاستثمار. دعا وزير المالية هاني قدري دميان المستثمرين وبنوك الاستثمار العالمي للمشاركة في أعمال القمة الاقتصادية المزمع عقدها خلال شهر فبراير المقبل. جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن. وأكد قدري إلى أن هناك اهتماما متزايدا بفرص الاستثمار في مصر، فضلا عن وجود رغبة من المؤسسات التمويلية الدولية في قيام الحكومة بطرح أوراق مالية في السوق الدولية. وأشار الوزير إلى أن مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بشأن إعداد تقرير خبراء الصندوق حول أداء الاقتصاد المصري ستجرى في نوفمبر المقبل. أكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس حسين صبور أن مؤتمر إعادة إعمار غزة سيعزز من نشاط قطاع التشييد والبناء في مصر بشكل كبير. وأوضح صبور أن مصر لديها ميزات تنافسية من خلالها تستطيع المساهمة بقوة في عمليات إعادة الإعمار، منها وجود حدود مباشرة من خلالها تستطيع نقل المواد الخام والعمالة والمعدات بسهولة. وأشار صبور إلى أن أسعار المقاولات والمواد الخام المصرية تعد الأرخص على مستوى العالم. توقع رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة نمو اقتصاد بلاده بنسبة 3% في عام 2015، وأن يحتاج لثلاث سنوات لتحقيق الانتعاش والنمو اللازمين. وأوضح مهدي إلى أن تونس تحتاج إلى 4.4 مليارات دولار لتمويل ميزانية عام 2015، من بينها 2.78 مليار دولار تمويلات خارجية، كما يستهدف خفض التضخم إلى 5% في عام 2015. المهدي أشار إلى أن تونس ستصدر صكوكا إسلامية بقيمة 500 مليون دولار في الأسابيع المقبلة. نهاية وقفتنا الاقتصادية في هذه الساعة، عودة من جديد إلى المتابعة مع غادة ومحمد. شكرا أحمد.
إلى ليبيا، حيث قالت مصادر عسكرية إن الجيش الوطني الليبي تمكن من طرد مسلحين ينتمون إلى ما يعرف بقوات فجر ليبيا من مدينة كاتلا في الجبل الغربي. وأشارت إلى أن الجيش الليبي تقدم باتجاه مدينة القلعة ومنح المسلحين مهلة زمنية لتسليم أسلحتهم. كان الجيش الليبي قد سيطر في وقت سابق على مقر تابع لميليشيات فجر ليبيا غربي العاصمة طرابلس، فيما لا تزال المعارك متواصلة بين الجانبين. وترددت أنباء عن سيطرة الجيش الليبي أيضا على منفذ حدودي مع تونس، والذي كانت تسيطر عليه قوات تدعم ميليشيات فجر ليبيا. يجري مجلس الأمن الدولي اليوم مشاورات حول الوضع في اليمن الذي يشهد أزمة سياسية خطيرة تهدد بالتحول إلى حرب أهلية، ويرجح أن تختتم تلك الجلسة بقرار بعقوبات بحق الأطراف المتهمة بعرقلة العملية السياسية وفي مقدمتها جماعة الحوثي. في غضون ذلك، دعا زعيم الحوثيين في اليمن عبد المالك الحوثي إلى ضرورة تنفيذ بنود اتفاق السلم والمشاركة الذي وقع في سبتمبر الماضي، وتوقع الحوثي أن يصدر قرار بتعيين رئيس وزراء جديد متفق عليه، في إشارة إلى الاتفاق على رئيس الحكومة الجديد بين مختلف القوى السياسية، محذرا من أن أي تأخير سيكون محل شبهات. دعت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض كافة المستشفيات والعيادات الخاصة إلى زيادة حالة التأهب لمواجهة فيروس الإيبولا بعد رصد 3 حالات بدولة مالي على الحدود الليبية. في غضون ذلك، أكدت السلطات الصحية الأمريكية إصابة ممرضة في مستشفى بتكساس في الولايات المتحدة الأمريكية بالفيروس بعد انتقاله إليها عن طريق مريض ليبيري توفي فيها جراء إصابته بنفس الفيروس. وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما شدد على ضرورة إعلان نتائج التحقيق حول ملابسات انتقال العدوى للممرضة بشكل عاجل وشامل، وعلى أهمية أن تتخذ المستشفيات احتياطات أكبر في تعاملها مع فيروس الإيبولا. أزالت شرطة هونغ كونغ اليوم بعض الحواجز التي أقامها المحتجون المطالبون بالديمقراطية، لكنها أكدت أنه بإمكان المحتجين البقاء في الشوارع التي اعتصموا بها خلال الأسبوعين الماضيين. وأفاد شهود عيان أن عشرات من طلاب محتجين واجهوا الشرطة التي احتشدت بكثافة في المنطقة، ويطالب المتظاهرون باستقالة الرئيس التنفيذي ليونغ وبسماح الصين لسكان هونغ كونغ بحق التصويت لمرشحين في اختيارهم في انتخابات 2017، بينما أصدرت الحكومة الصينية قرارا بتشكيل لجنة عليا لاختيار المرشحين للانتخابات الرئاسية هناك. نشرة متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل الرياضي. من الخوف إلى الحرية، عنوان مهرجان لرسوم الجرافيتي في العاصمة الأردنية يسعى لإبراز حقوق المرأة في المجتمع العربي.